لو الحكاية فيها إن فيديو. كان ورانا امتحان انجليش وكان تمام يعني. في اي اسئلة كانت صعبة او برا المنهج ما دربتوش عليها؟ لا تمام. وجوجل بقى وكده وترجمة واكيد عرفنا حل. الامتحان كان سهل؟ لحد ما سهل. واجهتي اي مشكلة في التابلت؟ فاول ما كنا بنفتح كان ما كانش بيجي زي العربي، يعني ما كانش بيفتح سهل يعني. امال ايه؟ كان دخلنا مره وخرج وبعد كده دخلنا تاني. بس في وقت ضاع قد ايه؟ حوالي ربع ساعه او 10 دقايق بالظبط. هل واجهتي اي مشكله تانية بعد ما فتح؟ لا تمام. فيديو.